السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد ودردشة جديدة مع عبد الناصر زيدان. يعني لقاء النهاردة يا سيداتي الكرام الأفاضل، نظبط الكاميرا بس كده. لقاء النهاردة لقاء مهم جدا ودردشة مهم جدا وموضوعات في غاية الأهمية إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني تكون الأمور بتسير على ما يرام. أهلا وسهلا بكم وكل منصات التواصل الاجتماعي التي تتابعنا يوميا في تمام 11 بتوقيت القاهرة. حلقة النهاردة الاثنين الموافق 13 يوليو 7/2020 ل22 من ذي القعدة 1441. أهلا بكل اللي معنا على صفحة الإعلامي عبد الناصر زيدان، وأهلا بكل من معنا على اليوتيوب وكل منصات التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء. يعني النهاردة بعض الناس لقيناها نشرنا مقاطع على انستجرام، وبعض المقاطع على تويتر، وبعض المقاطع على تيك توك. يعني بشكركم شكرا جزيلا على هذا التواصل على كل منصات التواصل الاجتماعي، وكمان بشكركم على ردود أفعال حلقة الأمس اللي كسرت حاجز 500,000 مشاهدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي، والأول مرة نصل معكم إلى حاجز 8,000 لايك. فالنهاردة التحدي الجديد معكم إن شاء الله بإذن الله إن إحنا عايزين نكسر حاجز 500,000 مشاهدة وكمان نصل إلى 10,000 لايك. يعني بدينا ب5,000 لايك وتعليق، امبارح وصلنا إلى 8,000 لايك وتعليق، النهاردة إن شاء الله نصل إلى 10,000 لايك وتعليق. ده بيدينا قوة، يعني إحنا ليس من لغرض المشاهدة أو اللايكات أو التعليقات، وإنما بيدينا قوة في توصيل رسالتنا، والحق يحتاج إلى قوة تحميه. وانتوا يا وحوش يا رجالة يا أفاضل يا ستات يا بنات يا شباب اللي بتتابعوني، أنتم مصدر القوة. الله في السماء وأنتم في الأرض، وحوش وحوش بتتفرج، الواحد فيكم بـ1000 والـ1000 بـ100,000 والـ100,000 بمليون. أو والله العظيم يعني جعلتم من هذا التوقيت 11 مساء بتوقيت القاهرة مع عبد الناصر زيدان، جعلتوه أهم من القنوات الفضائية بفضل الله عز وجل. مكملين، ولكن بيكم يا جدعان يا وحوش، يعني لكم مني كل التحية والتقدير، أقبل كل الرؤوس والله العظيم، وأنحني لكم تقديرا واحتراما للي أنتم بتعملوه. ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أنتم ادتوني امبارح دفعة معنوية جبارة، والرسائل اللي جات لي وكم اللايكات اللي أنا شفته بعد اللايف وكم التعليقات اللي أنا شفتها بعد اللايف أعادت لي الحياة في عز الظلمة، لأن إحنا بنتعرض مش لهجمة شرسة، بنتعرض لحمر التدمير الأخلاق للقضاء. النهاردة خليني أعلن معاكم ولأول مرة، هي حملة للقضاء على كيان النادي الأهلي. وهنا عايز أقول أنا عبد الناصر زيدان أقر وأعترف أني أنا لا أنتمي إلى أي ألوان ولا أتحدث بلسان أي نادي. ليه؟ لأن كل نادي، وخصوصا لما يكون العظيم النادي الأهلي، في العظماء اللي بيتكلموا على لسانه، فلا أحق لي ولا يحق أن أنسب لنفسي شيء ربما في يوم من الأيام أتمناه. ما فيش حد في الدنيا إعلامي ما يتمناش أن يبقى متحدث أو بيشتغل في كيانات كبيرة في مثل هذه الأندية، ولكن أنا لا أفضل العمل في الأندية. ولكن في النهاية أنا ليه ما بتكلمش بلسان أندية؟ لاني كان اتكلم بلسان نادي لازم يكون عندي مستند رسمي ويبقى عندي توكيل وتفويض من هذا النادي، ولكن انا متحدث باسم الحق ايا كان لون صاحب الحق. انا متحدث باسمكم انتو، باسم الجدعان الشباب الرجال المصريين، ضد اي حد باطل مهما كان، ومهما كان لونه، ومهما كان جنس اللي جابه ابوه، ومهما كان يتبع مين ورايح فين وجاي لمين. أنا مع الحق حتى النهاية، أنا مع الحق حتى النهاية، وأشرف
ان قضية الحق هذه المرة هي الدفاع عن النادي الاهلي، واشرف ان قضية الحق كانت امبارح الدفاع عن الزمالك، وقبل كده دفعنا عن الاسماعيلي. نحن ندافع عن الحق بكل الوانه، نحن ندافع عن الحق، الخطيب في قضية حق، الاهلي في قضية حق، ولا بد ان ندافع عنهم. النهارده اكلمكم كلام خطير جدا، لان النهارده انا عملت لكم حصر لمجموعه من الفيديوهات، اتضح لي انه لا يمكن باي وضع من الاوضاع ان يكون الغرض اهانه محمود الخطيب، لا ده الغرض ابعد من ذلك، ان تهين الرمز اللي هو محمود الخطيب لتنال وتهد الكيان. ولكن الكلمة النهاردة الجديدة اللي هقولها بقى واكلم جمهور النادي الاهلي، النهاردة بقول لكم جمهوره ده حماه، آن الأوان للجمهور أن يقول كلمته على منصات التواصل، على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، على التيك توك، على كل منصات التواصل، عشان كلمتكم توصل لأبعد حد. احنا عرفنا مين اللي بيساند هذا الظلام ضحي، ولكن اللي بيسنده ايا كان قوته لن يستطيع ان يقف امامكم، ايا كان قوته لن يستطيع ان يكمل مشوار المساندة. الريح هتاخده او تجري به الريح في مكان بعيد او تسحقه الامواج. الظلام ضحي ومن يسانده الى زوال، ويبقى الاهلي العظيم ورمز محمود الخطيب. زي ما انتم امبارح قلتوا للظلام ضحي، اوعى يا ظلام ضحي تقول ان جمهور الاهلي بيساندك او بعت لك رساله، انت اقل واوسخ من ان حد يعبرك، لان المحترمين لا يعبروا الاوساخ. وانا عجبني جدا رمز الجزمه اللي احنا اعلناه امبارح، رمز الجزمه اللي احنا اعلناه امبارح وقلنا بالفم المليان، قولوا له بنساندك بالجزمه، بنضربك بالجزمه يا ظلام ضحي مصر. انت ظلام ضحي مصر وهتفضل ظلام ضحي مصر، ولن تكون في نظرنا الا ظلام ضحي مصر. وخليني ابدا معاكم بهذه الابيات اللي بعتها لي واحد حبيبي اهلاوي جدا عايش في امريكا، وبالمصادفة بعتها لي واحد زملكاوي اقسم بالله من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا في نادي الزمالك، بالمصادفة الاتنين بعتوا لي نفس الابيات. اهلاوي صاحبي في امريكا ربنا يرجعه بالسلامة، وزملكاوي صاحبي جدا ساكن هنا في المهندسين. ابدأ معاكم باللي بعته لي. صاحب جذور القصب، صاحب جذور القصب ما تصاحبش دلدول. والنهارده هنفرد معاكم بالاسم الجديد للظلام ضحي، جديد بالنسبه لكم، ولكن المفاجاه كان اسمه في الدايره الانتخابيه اللي نجح فيها الدوره اللي فاتت. تخيل الناس كانت بتقول له ايه هما داخلين يصوتوا له، هقول لك بعد شويه. صاحب جذور القصب سيبك من الزعزيع، لا تصاحب اللي نصب ولا اللي اصله وضيع. اسمع اسمع عشان ترتاح. صاحب جذور القصب سيبك من الزعزيع، لا تصاحب اللي نصب ولا اللي اصله وضيع. عرج الرجوله عصب، عرج الرجوله عصب، وعمر الاصيل ما يبيع. كلمه وقالوها العرب بلسان وشعر بليغ، طبع الاصاله غلب الطبع والتطبيع. بيت العويل لو ذهب ما يجيبش غير جربيع. الله أكبر. بيت العويل، بيت العويل لو ذهب ما يجيبش غير جربيع. وانت يا ظلام ضحي بيت عويل وما يجيش منه غير الجربيع، انت بيت عويل ما يجيش منه غير الجربيع. صاحب جذور القصب سيبك من الزعزيع، ده كلب ولا يسوى. لا تصاحب اللي نصب، اللي نصب ولا اللي اصله وضيع. عرج الرجوله عصب، عرج الرجوله عصب، وعمر الاصيل ما يبيع. كلمه وقالوها العرب بلسان وشعر بليغ، طبع الاصاله غلب الطبع والتطبيع. بيت العويل لو ذهب ما يجيبش غير جرابيع. واحنا النهارده بنتكلم عن جربوع مصر الاول الظلام ضحي، النهارده بنتكلم عن جربوع مصر الاول الظلام ضحي. احنا هنفش غليلنا بدراعنا، وهناخد حقنا بلساننا وبدراعنا، ومفيش حد هيغلب الرجاله يا مصريين.
انتوا رجالة وهو عارفين كانوا مسمينه ايه الهاشتاج بتاعنا النهاردة. الهاشتاج بتاعنا النهاردة مكسر الدنيا. قبل ما اروح للهاشتاج عايزين النهاردة كلنا كده في اللايف وكل الالاف اللي اتضموا لينا يقولوا له لا مش هنكفي النهاردة ايه. تخيل كلموني الناس في محافظة الغربية، ناس كتير في محافظة الغربية قالوا لي الجربوح القذر الزلمطحي ده عدو مصر الكلب اللي عايز يهد النادي الاهلي وكل شوية يشتم في سيده محمود الخطيب وشريفات وكريمات مصر، كان اسمه في الدايرة الانتخابية دبلة. اهي دبلة، اهي كان اسمه دبلة. وما معنى دبلة يا سيد عبد الناصر؟ هي الدبلة المكان الذي تدخل فيه الدبلة. اهو شوف حضرتك، ده الصباع، اهو ده الصباع ودي الدبلة. وهو كان دبلة. كانوا الناس وهي رايحة تنتخب تقول له هتنتخب مين؟ يقول له هنتخب الدبلة. ومعروف المصطلح في مصر كلها دبلة يعني ايه؟ مش عايز اوضح، كان الانسات والسيدات اللي معانا مفهومة جدا جدا يا ابو سيف، يا هيثم، يا هويدي، يا ابو حمزة، يا وائل، يا مرعي. مفهومة يا عم وائل مرعي، احمد بيضة، اهو يا عم صالح انتر، يا خالد طحاوي، يا ام نيازي. الجربوع دبلة يا ام نيازي، الزلم ضحي طلع دبلة يا ام نيازي، بيقولوا له يا دبلة. طيب عايزين دبلة يرد عليها أسطورة؟ عايزين دبلة يرد عليها أسطورة؟ إزاي؟ عايزين واحد دبلة يرد عليه عظيم زي محمود الخطيب؟ عايزين واحد بيتكفي على وشه دبلة يرد عليه الناس المحترمة دي؟ وإن كان لي عتاب، عتاب كبير جدا وانتوا هتأيدوني فيه، ولازم تكتبوا رأيكم مرقص من أمريكا، لازم يا مرقص، لازم يا حمد يا إسماعيل، لازم يا عم علي يا سمان، لازم يا أستاذ سالم محمد، لازم يا أستاذ أحمد، لازم يكون في وقفة من كل عضو مجلس إدارة في النادي الأهلي جاب اسم هذا الدبل القذر والزلمطحي في المكالمة اللي عملها. يعني ازاي هو بيحاول انه يفرق ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي؟ أنا لا أطلب من أحد من أعضاء مجلس النادي الأهلي أن يتحدث، لأن ده ليس أسلوب ولا تقاليد النادي الأهلي. خلاص، في متحدث رسمي الكابتن محمود الخطيب، وفي قضايا وفي خطابات، والأهلي بيصعد كل يوم، الأهلي بيصعد كل يوم ضد الدبلة. لازم البلد تنظف من الدبلة، لازم البلد تنظف من الزلمطحي. أيوة يا شباب، لايكات على قد ما تقدروا، الله ينور، لايكات على قد ما تقدروا، الله ينور، عكان يثبت كده ويطير اللايف في العالم كله، عكان الدبلة يتخرم أكتر ما هو مخروم ويموت أكتر ما هو ميت. لأن طبعا هيطق، هيموت، هيقلد الكتكوت من رجولتكم يا وحوش والمشاهدات اللي بالالاف. يا استاذ صالح، يا عنتر، قبل ما نتكلم عن تطبيق القانون يا ابو مروان، مساء التفاؤل والفل. يا استاذ اشرف حنا، سلامه لاشين، كلكم يا حبايبي الحلوين، يا رجاله مصر، يا محروس، يا صيف ايطاليا، وبدر الطهطاوي كان مسميه الكوديانا، بدر الطهطاوي كان مسميه الكوديانا. وعايزين نعرف يا محمد، يا عواد، يا كاتب، يا سيناريست، يعني ايه كلمة كوديانا؟ احنا كنا قاعدين متمسكين بالاحترام، اما وان الموضوع بيه على عينك يا تاجر، والشتيمة تتقلب قرآن، والجاني يتقلب مجني عليه؟ لا لا وألف لا، لا وألف لا. حتى لو المقابل رقبتنا، لا يمكن يكون الدبل راجل، ولا الزلمطحي بني آدم، ولا الجاني في يوم من الأيام مجني عليها. الدبل امبارح قال في المكالمة بتاعته اللي طلعوها، كان يتكلم ويطلع لسانه لكل مصر، واللي سمح له انه يطلع يتكلم لن يسامحه التاريخ
ايا كان من هو وشخصيته، لن يسامحه التاريخ اللي سمح له انه يطلع امبارح نيم كل الشرفاء محبطين، خلى كل المحترمين محبطين، خلى كل الناس قرفانه. ولكن جات لنا تليفونات النهارده احكي لكم مهمه جدا، رفعت من معنوياتنا وانتوا خليتوا معنوياتنا في السماء. لعن الله من سمح له بالمداخله التليفونيه مهما كان شخصه، وربنا يحاسبه حساب عسير، ومهما كان منصبه يوم من الايام المناصب ستزول، وربنا يذل كل واحد بينصر الظالم على المظلوم. النهارده حضرتك امبارح عليا قال لك رانيا علوان يا خطيب دي دكتوره نسا، اقول لك ايه؟ وقعد يشكر في ناريا علواني، حسسني ان هو ولد 3 مرات على ايديها مثلا. وبعد كده قال لك ايه؟ وخالد مرتجي بيكلمني، والعمري فاروق بيكلمني، و و و ومش عارف، وانا وكيل جمال الجرحي، ومحمد جمال الجرحي انا وكيل ابوه. بص، مدام جاب اسمك لازم ترد، مدام جاب اسمك لازم ترد، يعني لازم المحترم خالد بيت درندلي يكتب على صفحته انا لا اتواصل مع هذا الظلام ضحي، وما يقوله على لساني عاري تماما من الصحة. لازم رانيا علواني تقول انا ما قابلتوك في مجلس نواب، ولا كلمته، ولا غلطت في الخطيب، ولا غلطت في حد. لازم الحاج جمال الجرحي ابو الاستاذ محمد جمال الجرحي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي يقول له يا اخي ملعون ابو اليوم اللي عملت لك فيه توكيل يا ظلم ضحي، انا الغي التوكيل، وينشر الصوره بتاعت الغاء التوكيل. معالي الوزير العامري فاروق يقول له لو سمحت على صفحته لا تتكلم، لا تتكلم على صفحتك، ارجو عدم الزج باسمي في اي امور، الاهلي اكبر مننا وعندنا متحدث رسمي. اي حد من اعضاء مجلس الاداره، بص الزلنطحي بيتاجر على صمت الشرفاء، يعني عارف ان مفيش شريف محترم هيرد على امه لانه قذر ووسخ. فانت النهارده هنغير سياستنا، لازم اي حد يجي اسمه يرد، واي حد يتهان يعمل بلاغ. اقول لك على احصائيه قالها لي احد المستشارين اللي كانوا في مكتب معالي النائب العام سابقا، بعت لي بيقول لي ايه، بعت لي رساله بيقول لي ايه، بص حضرتك اهي علشان بس ايه طب عارف، بعت لي رساله بيقول لي ايه: يا سيد عبد الناصر، احييك على حلقاتك هذه الايام، ورغم مشاغلي ورغم انني اتوجه الى المحاكم مبكرا، الا انني استقطع جزءا من وقتي للاستمتاع بكلمة الحق معك. مكتب معالي النائب العام يا سيدي المحترم، منذ أن أنشئ في تاريخ القضاء المصري لم يشهد محاضر وبلاغات في مجال الرياضة وكرة القدم إلا بعد دخول هذا الزلنطحي في الرياضة المصرية. شايف أهو، اكتب بقى انفراده. بص أهو يا سيدي المحترم، أنت اللي سيدي وتجراس يا معالي المستشار. مكتب معالي النائب العام، منذ أن أنشئ نائب عام لمصر لم يشهد محاضر وبلاغات في مجال الرياضة وكرة القدم إلا على يد هذا الزلمطحي، هذا الدبلة شوكولولو. انتوا عارفين رحمة الله عليها معالي زايد، الناس تفكرها كانت بتقول له شوكولولو واحدة، لا، كان بص الوسط الفني كله كان مسمي شوكولولو. معالي زايد كانت بتقول له يا شوكولولو، او يقول له شيكو راح وشيكو جه. المرحومه مديحه كامل كانت بتقول شوكولولو، وهو كان للاسف المحامي بتاعها. الرقصات كانوا مسمينه شوكولولو لانه هو كان دائم اللف على الكباريهات. الفنانين كانوا مسمينه شوكولولو، اسمه الحركي في الوسط الفني شوكولولو، اسمه الحركي في الدائره الانتخابيه دبله، اسمه الحركي مع الشعب المصري زلمطحي، اسمه الحركي مع بعض فئات الشعب المصري المعتوه، اسمه الحركي مع البعض الآخر
المجنون اسمه الحركي مع بعض منهم لقيط الكرة المصرية، اسمه الحركي لدى سيد عبد الحفيظ لقيط الكرة المصرية، اسمه الحركي مع الكابتن وائل جمعة أوسخ شخصية في مصر، اسمه الحركي مع بعض نجوم الزمالك الحقير، اسمه الحركي مع بعض نجوم النادي الأهلي القذر، وفي بعض منهم الوسخ محدش بيقول اسمه، اسمه الحركي لدى جمهور ناديه حنفي حنفي أو أو حنفي حنفي أو أو. ودي جامد عكن جامد لسه ما خدش، احنا هنروق امك عن شيب اللي جابوك. وانا النهارده عايز اقول لكم على حاجه، انا النهارده عكن ما اخدش من وقتكم كتير يا جماعه، عايز اثبت لكم عشان الاهلاويه اللي بيقولوا الاهلي ده ايه، الاهلي ده حماه، لازم ياخدوا بالهم من المخطط. امبارح في المكالمه ابن الهرم القذر الظلم ضحي الدبله، بص ده لازم تهزقه على طول، بيقول لك ايه اخويا محمود الخطيب، اخوك منين؟ وقلنا له اوعى تتكلم الكلام ده. تعالى النهارده نروح للمخطط اللي هيثبت لك ان الغرض اكبر من موضوع انك انت تشتم رمز او تشتم رئيس نادي، الموضوع اخطر من كده بكتير، الموضوع اخطر من كده بكتير، الموضوع اخطر من كده بكتير. الموضوع يا اهلاويه ويا جمهور الاهلي اللي انتوا حمل النادي ودايما بتقولوا جمهوره ده حماه، وانتوا عبر التاريخ اللي حميتوا هذا الكيان وانتوا سبب انجازاته، واي جمهور نفس الوضع، جمهور الزمالك نفس الوضع، جمهور كل الانديه، ولكن يتميز الاهلي انه عبر العصور هو الحامي والمغوار للكيان العظيم، وهو حامل البطولات وجالبها، زي ما قال المرحوم صالح سليم، هذا الجمهور هو الشريك، هو الذي صنع. فعلى كان الاسم اللي انتوا صنعتوه ما يضيعش، النهارده اوديكم لحاجه مهمه جدا. خلينا نسيب الزلمطحي والدبله ونروح لمكالمه السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالامس على قناه الزمالك، ونقف عندها شويه. السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالامس في مكالمته على قناه الزمالك قال الخطيب اخويا وانا مش مجنون عشان اشتم محمود الخطيب بالالفاظ دي، وان الفيديو ده مفبرك والفيديو ده مسرب. خلينا اقول لكم انفراد، الكابتن محمود الخطيب تقدم منذ عده اشهر بشكوى الى الاتحاد الدولي الفيفا لجنه القيم في سريه تامه، ولم يعلن احد على انه متقدم بشكوى في الاتحاد الدولي. بقول لك انفراد اهو، توجه الكابتن محمود الخطيب بعد ان اغلقت الابواب في اللجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه ولدى الدوله، ومحدش رد على اهانه الاهلي وجماهيره ورموزه، توجه الى الاتحاد الدولي. وانا بكلمك دلوقتي تم تجميع كل الفيديوهات اللي شتم فيها مرتضى منصور محمود الخطيب، وخلال ساعات سترفق بالشكوى في ملف في لجنة القيم في الاتحاد الدولي، وأنا حصلت على مجموعة من هذه الفيديوهات. النهاردة الراجل بيقول لك أنا مش مجنون عشان أشتم الخطيب والأهلي. أنا بص يعني شايفه 1 2 3 4 5 6، اخترت لك من 20 30 فيديو بيسب فيهم مرتضى منصور الخطيب، مش الاهلي، الخطيب واسرته باقذر الالفاظ، ما رضيتش اجيب لك الباقي، يعني الفيديوهات تتعدى 200، ولكن انا اخترت لك 7 من اللي بيشتم فيهم الكابتن محمود الخطيب واسرته وماجده اخته ويذم عائلته والمكان اللي كان ساكن فيه. انا معاك يا استاذ المحترم الاستاذ ديودي، انا قايل قبل الدكتور علاء والله من 3 شهور، بس الدكتور علاء صادق
اكد اللي انا قلته وسبقني في ان في ملف في لجنة القيم. انا اوافقك الدكتور علاء، انا قلت في ملف في الفيفا، لكن الدكتور علاء صادق هو اول واحد قال ان في ملف في لجنة القيم، لان انا انفردت بشكوة الفيفا وما كنتش عارف ان في ملف في لجنة القيم. الدكتور علاء سبقني بده، واخد بالك انت؟ تعالى كده مع بعضينا ولايكات على قد ما تقدر لو سمحت، وعلى كان وقتكم تعالى. هو بيقول الخطيب اخويا، ما هو اللي دخله امبارح ربنا ما يسامحه، دخله وملاه زي ما اتفقنا انه قال له هدي الاجواء، فدخل يعمل مداخله امبارح لتهدئه الاجواء، فقال كلام عكس اللي بيقوله. قال لك ايه اخويا، ولا يمكن ان نغلط في اخويا، اخويا يا بيبو بالاحضان يا بيبو. تعال نسمع اول فيديو، بص، والفيديوهات اللي انا جايبها لك بص، بتاريخ 13/9/2019 وبتاريخ 11/1/2019 وبتاريخ 5/1/2018 وبتاريخ 11/2019 وبتاريخ 27/9/2018 وبتاريخ 11/1/2019. أنا نوعت لك من 2018 و2019 وحتى الفيديو المسرب 2020. وتعالى نسمع مع بعض، يا ترى ده فبركو أبو سنيدة؟ ده فبركو أبو سنيدة اللي أنت رايح تتهم محمود الخطيب إنه جاسوس؟ رايح تتهم ممدوح عباس إنه جاسوس؟ رايح تتهم هاني العتال إنه جاسوس؟ رايح تتهم بيبو الوطني العظيم إنه جاسوس؟ ممدوح عباس اللي خدم البلد دي وتفانى في خدمتها جاسوس؟ هاني العتال زهرة شباب مصري جاسوس؟ أيمن ممدوح عباس زهرة شباب البلد دي جاسوس؟ أبو المعاضي زكي الراجل اللي خد 6 شهور زيادة في الجيش جاسوس؟ الشريف المحترم المحترم الدكر الراجل أحمد سعيد جاسوس؟ الواد الطيب المحترم إبراهيم مدبولي بتاع إسماعيلية الغلبان جاسوس؟ أنا مش هتكلم عن نفسي. لؤي دعبس بطل عالم في الملاكمة وأحد اللي رميين رقبتهم تحت الريس والبلد جاسوس؟ اللي هو أحمد سليمان لواء شرطة، هل تسمح الشرطة بإهانة أحد لواءاتها اللي تفانوا في خدمتها ان يبقى جاسوس؟ ازاي؟ انت بتخاطب مين؟ تعال بقى كده حضرتك نشوف الجاسوس محمود الخطيب اللي اتهم بالجاسوسية امبارح بيتشتم من 2018. وعايز اسأل سؤال، هو سما المصري اسمها اتشليه من شبكة الجاسوسية؟ طيب مصطفى عبد الخالق اتشال اسمه ليه من الجاسوسية؟ ده انت خليت تامر عبد الحميد المتدين نجم الزمالك المحترم جاسوس. اين حمرة الخجل؟ وما زلنا نطالب النيابة العامة ونيابة امن الدولة العليا بان نخضع الى تحقيقات على كان يظهر هذا الباطل ونخلص من الفيلم ده. اهو نبدأ باول فيديو من 2018 اهو، مع برضه احمد جمال في الحدث اليوم. واضحة وصريحة جدا. يا محمود الخطيب. اهو. هحكي ليالي حلمية وقصة مجدي وميمي. يا حرامية الساعات. ها؟ بقول لك ايه هو لموا نفسيكم، وعلى فكرة الست رانيا الدكتورة المحترمة دي مش أول مرة تتكلم عن الساعات، أقسم بالله العظيم في المجلس. أول ما بتخش. قدام كل النواب لانها محترمه متربيه بنت عمرو علواني المحترم. ها رانيا بنت عمرو علواني المحترم يا محمود دكتور انت امراض نساء جامده، خلي بالك مش دبلوم ودخل معهد التعاون ايام ابو الخير. ها كلامي واضح محمود، لم العيال اللي عندك والا لو فتحت انت بتعيط وبتروح تشتكي في جهات معينه الحق مرتضى. هقول ماده مين وعملت ايه واتمسكت فين وماتت فين، خلاص
وبيت مين وكان ايه؟ محمود ومحسن التونسي. واداك الشقه ليه وخدك هناك ليه؟ وكان بيديك، انا مش هسيبك. اما الواد التاني ايه الادب ده؟ انا حذرته قدام مصر كلها، هتتكلم هقطع لسانك. ده اول فيديو اهو، الخطيب واخته المرحومه مجده، والسب في الاعراض واهانه ابو سنيده برضه يا دوله. بص، كانوا بيقولوا في الجيش ايام الحرب خلي السلاح صاحي، وانا بقول لك يا اهلاوي خلي قلمك صاحي، وخلي كل الصفحات تزغرت، حاسبه مرتضى منصور. النهارده الهاشتاج بتاعنا اللي مكسر مصر حاسب مرتضى يا ريس. الهاشتاج بتاعنا اللي مكسر مصر النهارده حاسب مرتضى يا ريس. اهو ده ابو سنيده اهو، يا دوله يا ريس الحقنا، مرتضى بيسبنا، بس الحقنا واحنا عن قوه، عشان احنا بتوع قانون. هاشتاج يا ريس حاسب مرتضى يتصدر تويتر وانا معاكم، يتصدر تويتر وانا معاكم. اهو انا بذكر الدوله يا ريس حاسب مرتضى، انا بذكر الدوله. وانا ارى ان احنا من العيب ان احنا نزج باسم الرئيس، لكن فاض بنا الكيل، فاض بنا الكيل، فاض بنا الكيل، ونريد ان ننقذ البلد. حاسب مرتضى يا ريس، الهاشتاج حاسب مرتضى يا ريس متصدر تويتر، متصدر تويتر. ده اول فيديو، انا بثبت لكم ان الغرض هدم الاهلي، لانك انت لما تيجي تقول صالح سليم خمرجي، ولما كلب يقول لك لو كل واحد عمل في الاهل اللي عمله مرتضى منصور كان الاهل مش هيلقى في الدولاب بتاعه غير كاسين الخمره بتوع صالح سليم. انت اللي عملت التعصب ده، وانت اللي خليت الناس تشتم بالشكل ده وتهين الاهل بالشكل ده، ولكن الاهل مش هيسيب حقه، والاهل صاحب قضيه حق، وانا واقف جنبه عشان صاحب قضيه حق، مش عشان بيني ما بين مرتضى منصور حاجه. طب انت فاهم غلط، انا مع اي قضيه حق ايا كان طرفها، اي صاحب قضيه حق جزمته على دماغي، وتاريخي كله بيقول كده. اهو بص حضرتك، ده اول فيديو، اوريك الفيديو التاني اهو، وركز معايا حضرتك، ولايكات على قد ما تقدر. هتدفع ستة، انا بسالك يا خطيب ويا معلم نائب عام، عايز حد يطلع يجاوبني، ولو انا كذاب موجود عمرو مصطفى والمكالمه بتاعته كلها مسجله، اطلع اقول الكلام ده كذب. انا لاعب اتعرض، انا لاعب كنت عايزه ب 6 مليون اتعرض ب 10، اخده ب 165 مليون بعديها بسنه. فين اعضاء جمعيه عموميه بتوع الاهلي؟ مش انا عضو جمعيه عموميه قبلك يا خطيب وقبل حسن حمدي، انا عضو جمعيه عموميه من 74 في النادي الاهلي، هذا النادي العظيم اللي انتوا جبتوا له ارض. ثلاثه، فلوس جايه منين؟ لازم تقول لي التمويل منين؟ من قطر؟ اللي بتقتل ولادنا وبتحرر قتل ولادنا؟ اللي امبارح لولا الشعب المصري قام مره واحده قطعوا الارسال في القرار بتاعتهم عن كل المصريين؟ صحيح. هتطلع تطلع رد، ما تستخباش. محمد عصام بتاعك ما يقدرش يخش محكمه فيها. ما يقدرش يخش محكمه فيها. اسالوا عن قضيه سواء سليم بحر كام؟ اسالوا. محدش يتكلم عن مرتضى منصور، فمع احترامي للاستاذ صاحب المبادره بعد البلاغات دي وبعد شتمتي في كل جرايد النهارده وبكره، وانا عملت مؤتمر يا استاذ عزت كاني مش موجود، حتى الصوره قصوها اللي جنب خالد زايد ده حضرتك مع الاستاذ عزت عبد القادر في اوائل 2019 على الحدث اليوم، برضي ابو سنيده اللي كان مفبرك، وده مش صوت مرتضى منصور. الحرب على الخطيب وعلى الاهلي ممنهجه، وبثبت لك بالدليل عشان تخلي بالك من ناديك يا اهلاوي، لان لما النهارده تتكسر الرموز والقوه الناعمه المصريه اللي اعدانا في الرياضه اللي لم يتبقى منها غير الخطيب في الاهلي وجيله وما تبقى منه، وحسن شحاته وما تبقى من جيله من الشرفاء ما عدا المعرضين، وانتوا عارفين اقصد مين، يبقى لن نسمح بهدم الانديه الكبيره ولا اهانه رموزنا. ده تاني فيديو حضرتك، وزي بعضه اتحملني، اتحملني، لان ده عامل زي الدواء المر، لازم نسمعه زي ما بنشرب الدواء المر،
زي ما بنشرب الدواء المر عشان نكشف اللي بيقول لك انا عيب اني انا اشتم الخطيب. هو انا مجنون اسبه بالالفاظ دي؟ نشوف الفيديو الثالث حضرتك. الخطيب النهارده طلع بيان هو مجلس ادارته يشيد بالمثاليه بتاع الجمهور. هو جمهور الاهلي، هو جمهور الاهلي يعني، بس سعيد انه يبقى علاقات المصريه السعوديه برضه. ما هو انا في الاخر ده راجل وزير سعودي، واخد بقى تشتم وزير عندي ليه؟ يعني انا امبارح، انا كنت مدعو امبارح في الحفل بتاع العيد القومي السفاره السعوديه، وللاسف ما روحتش علشان كان الماتش موجود، لكن مصر كلها كانت هناك يا استاذ مدحت. طبعا وشوف كيف استقبلوا، شوف شوف السفير اسامه وقبليه القطان بيقول لك ايه على المصريين، بيقول لك ده وطننا. انت بتشتموا ليه يا كلب؟ يا ايه الادب يا جزمه دي؟ بتشتموا ليه؟ وبتشتمني انا ليه زمالك؟ انا زمالك تاخر مش عارف السفاره اللي فعلت ايه الاجرام ده؟ وبعدين لو موضوع يا بيه شويه عيال صايع كده رايحه لوحديهم ما عنديش مشكله، تمام؟ انما الناس ما تفوت الاجر عشان تروح تشتم، لا انا هجيب امك يا خطيب الماتش الجاي. واحكي قصه ماجده بتاع عين شمس، ما انا مش ما انا مش هسكت انا كمان. واحكي قصه التونسي، ما انا مش هسكت. لان قله الادب يا استاذ مدحت سهله. واللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس المحترمين من الطوب. عارف ماجده بتاع عين شمس يا خطيب؟ لو انت راجل قول لي الناس مين مجدر بتاع عين شمس وملفها ايه؟ تمام؟ عيب، عيب الشتيمه والسفاله. وبعدين النهارده تطلع بقى انت ومجلس ادارتك تقول ان هذا التشجيع الجمهور مشكور وتشير شتمنا وشتم امهاتنا كلنا وشتم نادي عريق. يا راجل عيب، يا راجل المفروض انت راجل مسؤول، رئيس نادي الاهلي ده وزاره الاهلي ده مجلس وزراء، ده انت عندك جمهور نص. شايف؟ انا خلي بالك بعتذر ليكم، انا مختار بعناية الفيديوهات اللي تثبت فيها ام الخطيب، واللي تثبت فيها المرحومة اخت الخطيب، واللي تهان فيها الخطيب وتنال من عرضه. عشان ارجع للسيدة الفاضلة نيرفين فريد زوجة الكابتن محمود الخطيب اللي قالت ناخد حقنا ازاي يا بلد. اهو حضرتك، اهو اللي هو مجنون ان يشتم الخطيب بامه. الخطيب ده اخويا، انني اذكر الدوله بمن هو الذي قال الخطيب اخويا. حضرتك خش، وبعد كده اياك تقول تاني كنت عضو في الاهلي. الاهلي حضرتك لغى عضويتك ومشاك من النادي بالادله والمستندات. حضرتك خش بعد اذنكم الرابع زي بعضه، هو دواء مر ولكن لابد منه حتى يعلم الناس كلها، حتى يعلم الناس كلها النهاردة أن تحقر من الرموز وعايز تقزم من كيان هو من أهم كيانات كرة القدم في العالم اللي هو النادي الأهلي. ما حدش هيسمح لك، وإذا كان حد خايف يقول لك الكلام ده أنا أقوله لك وعلى مسؤوليتي. بص حضرتك أهو، حضرتك اتفضل الفيديو الرابع من مكتبه المره دي. على فكره الناس فاكره ماجده اللي اتكلمت عنها، لا دي ماجده دي يا جماعه، دي ماجده اللي اتمسكت. يبقى انت عندك خالد احمد جمال عزت عبد القادر ما سابش مذيع ما تمشي مع الخطيب. وادي من مكتبه الشخصي منتهى الاهانه والتجاوز اللي قاله في الفيديو ده يفوق السب الصريح. لان هاتك عرض مباشر لو في دوله تاني يتشال عنه الحصانه ويتحبس على طول. على فكرة الناس فاكرة ماجدة اللي اتكلمت عنها، لا دي ماجدة دي بتكلم بالقانون مع احترامي للكل. تمام بقه بيقول اهو اهو. على فكرة الناس فاكرة ماجدة اللي اتكلمت عنها، لا دي ماجدة دي يا جماعة، دي ماجدة اللي اتمسكت سنتين وستين في الحلمية الجديدة. مش كده يا محمود؟ عارفها؟ ما تطلع لو راجل بقى وعامل عنتر رئيس نادي كبير، ما تطلع يا محمود تقول مين ماجدة دي؟ الناس بتقول ماجدة الصباح، ماجدة الصباح دي ست محترمة، اتمسكت في قضية دعارة يا جماعة ماجدة دي. الحماية الجديدة وراحت اسم الخليفة واتحبست. واللي اتكلم عن ميمي العجلة يا محمود، اللي بيته واهله وناسه متجرحين، اوعى تتكلم عن محترمين، اوعى. محمود
حضرتك انا بختار لك بعنايه على كان المخطط تدمير الاهلي والنيل من الاهلي ورموزه. اهو حضرتك شايف الالفاظ؟ الخطيب اخويا وانا مجنون اقول الكلام ده على الخطيب؟ اهو اتفضل حضرتك اطلع بنمره 5 مع المدعو احمد جمال. خدته في الاهلي عشان زودته فلوس، دي مشكلتك انت مش مشكلتي. لكن مؤمن عمره ما ولد في الزمالك، فلما الاقي ولد مريض وعلاجه صعب في مصر واقول انا مستعد لعلاجه بره خلاص. وانا رحت استعرت معاه زيك يا خطيب، هو مؤمن شافني من ساعتها غير ما كلمني في التليفون الراجل شكرني. هو مش احمد مرتضى قبل حتى ما اعمل بودره منزل على صفحته ان مؤمن ده مسؤوليتنا؟ فليه كل حاجه حلوه يا عجوز يا متصابي يا سمسار، ها يا اللي ثلاثه ساخ، يا اللي بتقل ادبك على نادي محترم رئيس محترم، لقطت ايه يا ابني؟ ده انت لو جالك شلل رباعي وجلطه في المخ انا مستعد اعالجك. ايه رايك؟ ويجي يوم عليك الدبانه تعدي قدام وشك ما تعرفش تنشها هعالجك. عيب عيب لما الانسان يعمل حاجه محترمه. ربنا يكفينا ويكفيكم شر المرض، وربنا يكفينا ويكفيكم شر الافتراء والنهايات التي لا يعلمها الا الله. ده مع الاخ احمد جمال. نمرة 6 مع الاستاذ عزت عبد الله. محترمين تاريخ من 1907 لما اتذكر، احنا 11 هم 7 خلاص. ناديكم يا جماعه كان في يوم من الايام بيرقصوا مين؟ سعد زغلول وفؤاد باشا وسراج الدين وصالح سليم وعبد الصالح الوحش المرتجي. مين دول؟ مين دول؟ واللي مد ايده اي رئيس نادي يمد ايده في يوم من الايام يقبض من ناديه ما تكلمنيش انه برئيس نادي. اوعى تكلمني رئيس نادي. ويا خطيب هقول لك انت ازاي خدت الجايزه 83 ولا كفايه كده؟ ولا انا بقول كفايه كده؟ بقول كفايه كده. عايزين كفايه كده. عايزين نسالك بعض الاسئله بقى. عايزين نسالك كل احترام وتقدير يا صحفيين مصر المحترمين، لكل احترام وتقدير. انما انا عندي النيابه العامه بتحافظ على هذه الادويات خلاص. هنقف بقى بعد اذنكم، اعتذر سيد النقيب المحترم واقول له من فضلك هات لي جواب ان الادويه دي سليمه فوق دماغي من النيابه العامه. انا هنا بثبت لك باختياري للفيديو ده، لان انا مختار بعنايه، ان ده فيديو نادر. اتحمل يا استاذ سمير لان المخطط كبير. ده فيديو نادر ليه؟ اجيب لك قصه الجايزه بتاع ال 83 ولا كفايه كده؟ ده فيديو نادر. احنا دلوقتي قربنا يطلع لنا حد يقول لك ام كلثوم كان صوتها اوحش من صوت عبد الناصر زيدان. قربنا حد يقول لك ايه عبد الحليم حافظ كان حقير. بنقضي على رموزنا الناعمه واللي اعطت وخلت مصر في يوم من الايام نمره 1 هو الخطيب لما خد جايزه افضل لاعب في افريقيا فرنس فوتبول سنه 83. مش شرف مصر ولا الاهلي بس، لا شرف مصر. وابراهيم يوسف لما جت تاني شرف مصر. يبقى حضرتك اوعى تفكر انه سب الخطيب، لا ده النهارده احقر من القيمه الكبيره بتاعتهم. هم بيقولوها كده، هو بيقولها كده، يقول لك اضرب في الكبير بتاعكم عشان اخلي النادي اضحوكه والهيبه اللي كانت معموله للاهلي تداس بالاحذيه وسط الناس. ويوروني بقى هيعملوا ايه، فسيبني انا بمعرفتي اهدلك النادي ازاي. فهو نشكك في صالح سليم ونطلعه خمرجي وبسببها اطرد من النادي الاهلي واتلغت عضويته، ونبدا بقى دلوقتي نمسك محمود الخطيب. وعلى فكره عشان تعرف هو بطل يشتم في المهندس محمود طاهر لما ساب النادي الاهلي. لما كان محمود طاهر رئيس للنادي الاهلي كان بيشتمه زي الخطيب. وعندي تسجيل نادر جدا مش عايزه، قال اجيب امك من افاك يا محمود يا طاهر. فاوعى تفكر انه تحقيق انه اهانه الخطيب، لا ده قضاء على كيان. خلي بالك وركز معايا، لان الملف اللي انا فاتحه ده من اخطر ما يكون. الخطيب ولا بص، انا هجيب لك فيديو دلوقتي للخطيب هيقول لك يا ما اتحملت ولا يعنيني، ولكن اللي يمس الاهلي لا يمكن ان انا اسكت. والكابتن صالح كان بيقولها،
أنا يا جماعة، أنا يا جماعة ممكن أتجاوز في حق صالح سليم وأنا سامح أبو داني منه، ولكن الأهلي لا، الأهلي لا، ونفس الوضع الزمالك لا. الكيانات الكبيرة دي يا قوة مصر الناعمة، دي رأس مال البلد، إن كان أهلي ولا زمالك. أيوة الجماهير بتدافع عن الخطيب أكل رمزها، ولكن خلي بالك لازم تدافع عن الخطيب والأهلي، لأن ناديك بيضيع، بيتحقر من قيمته، بيتشكك في بطولاته، بيثبت لك مرة إن بطولتك حرام وهو كلامه كله كذب وبهتان، ويثبت لك مرة إنك أنت ملك المجاملات والمحسوبيات وكلامه كله كذب وبهتان، ويجي يقول لك رموزك كلهم زبالة، يبقى مفيش كيان، لأن الكيان برجالته، بجماهيره، بناسه، برموزه. أهو بص حضرتك الفيديو اللي جاي، معلش ما تستعجبش، معلش اللي جاي يعني زي بعض، اعتبره الأخير، اعتبره الأخير حضرتك. انتوا انتوا محترمين تاريخ من 1907 شايف؟ عايزها لك تاني، اعتبره الأخير، ولا عايزني اتكلم عن الجايزه بتاعه 83؟ طب ايه علاقه الجايزه؟ انت ماجده ومش عارف اهو، ايه علاقه الجايزه؟ مين دول؟ واللي مد ايده اي رئيس نادي يمد ايده في يوم من الايام يقبض من ناديه؟ ما تكلمنيش انه برئيس نادي، اوعى تكلمني رئيس نادي. ويا خطيب هقول لك انت ازاي خدت الجايزه 83، ولا كفايه كده؟ شايف؟ خلي بالك ده الفيديو ده مش منتشر، ومن اخطر ما يكون، انا عندي مكتبه لازم ده كله بلاغات للنائب العام، وبلاغات على قد ما نقدر، القانون وليس لنا معنى الا القانون. بص كل الحاجات دي اللي جبتها لك انا مش عايز يبقى اللي معايا احتراما للناس، انتوا فهمتوا الفكره؟ وصلت الفكره؟ وصلت الفكره؟ وصلت. بص شايف كل اللي حصل ده، والمرة الوحيدة اللي رد فيها الخطيب من أول ما مسك النادي، من أول ما مسك النادي أهي المرة الوحيدة. شوف الفرق الشاسع ما بين الجاسوس محمود الخطيب والدنيا لما تتقلب ويشتكي مرتضى منصور ويتهمه بالخيانة. شفت أنت مرتضى منصور فيديوهاته؟ ها مع كل الاحترام ليه، اسمع الخطيب وفيديوهاته وحضرتك تخيل بقى الزمن ان يبقى الجاني محمود الخطيب والمجني عليه مرتضى منصور، يبقى المبلغ مرتضى منصور والمبلغ في حقه مرتضى منصور، يبقى الظالم محمود الخطيب والمظلوم مرتضى منصور. تخيل معايا عكر، اذا كان بقينا برج في البلد دي نحاول نحافظ عليه قبل ما يضيع مننا، نحاول نحافظ عليه قبل ما يضيع مننا. اهو بص حضرتك الاهلي بجد يعني بيبدي مصلحه كيان الاهلي قبل رغباته الشخصيه وقبل نفسه. انا عن نفسي بقى استحملت حاجات كتير، لان الاهلي فوق الجميع، وبالطبع الاهلي فوق محمود الخطيب، ما بقى قابل ده طالما ان ده او طالما ان دي هي مصلحه النادي الاهلي، لان شعار الاهلي فوق الجميع او فوق الجميع ده مش مجرد شعار، لا ده اسلوب اتخاذ قرار. عشان كده انا بطلب من يحاول بقدر الامكان يفشل النادي الاهلي، في ناس بتشتغل وهمها بس ازاي النادي الاهلي يفشل اكتر ما يكون همها ازاي هم ينجحوا، ده شيء مهم جدا. كمان خلي بالك برضه عشان تعرف ان انا مختار بعناية، ده اولا مفيش غيره للرد على التجاوزات من محمود الخطيب، ولكن انا اخترت المقطع بعنايه اللي انا قلت لك ايه، هدم الكيان. شوف قال لك ايه، يفشل الاهلي، ما قالكش بيسب محمود الخطيب، الخطيب بنفسه قال لك لانه واخد باله من المخطط كويس جدا، يفشل الاهلي، يقضي على الاهلي، يدمر الاهلي. طيب السؤال اللي انا هطرحه بعد ما يخلص الخطيب كلامه، مين في الدولة بيحمي مرتضى منصور
وعايز يفشل ويهدم الأهلي. ده سؤال مهم للغاية. ويا جماعة لو ما كنتوش تعلوا سقف الحريات والناس تتكلم في هذا العصر الشريف بتاع عبد الفتاح السيسي يبقى احنا منك لازمة. ليه؟ لانك انت ناس كتيرة اسميها في الموضوع مظلومة. مظلومة لان الاسم اللي معروف في ناس كتيرة ما بتقدرش تقوله، ولكن اللي بيرددهم مرتضى منصور كلهم تسريبات خاطئة. الغرض ان يستحوي قوة زائفة بانه على اتصال بالمسؤولين، مع كل الاحترام لي. بص شايف نفس المفهوم، يفشلوا الاهلي، يهدوا الاهلي، يدمروا الاهلي، يقضوا على الاهلي. اهو لاحظنا ان هناك النادي الاهلي برموزه بجمهوره باعضائه بلاعبيه بجهازه بيتعرضوا للاسف للاساءه او التطاول. ده امر ما يمشيش في الرياضه. النادي الاهلي ما بيسيبش حقوقه، والنادي الاهلي بيعرف ازاي ياخد حقوقه بس بما يتناسب مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. لو النادي الاهلي تدنى ونزل لهذا المستوى مش قيمة النادي الأهلي. قيمة الأهلي، قيمة الأهلي، الأهلي بيرتفع والأهلي ياخد حقه بالقانون وباللوائح واللوائح المنظمة. عشان كده احنا متمسكين بتفعيل القانون، متمسكين تفعيل القانون واللوائح. انا حبيت اجيب لك دي ليه؟ عشان تعرف ان الاهلي لا يدعو الى الهمجية ولا يدعو الى البلطجة، وان الاهلي لو اشار لجمهوره لقامت الدنيا ولم تقعد، ولكن هكذا يتحدث رجل الدولة. فتحية لمحمود الخطيب رجل الدولة، وتحية لمحمود الخطيب الشريف، وتحية لمحمود الخطيب الوطني، وتحية لمحمود الخطيب الأسطورة، وتحية لمحمود الخطيب الذي يتحمل مسؤولية نادي في أصعب الأوقات. وكل الغرض أن يفشلوا هذا الوقت ويدمروا النادي على إيد محمود الخطيب. ولكن يأبى الزمن والتاريخ بكم أنتوا. شوف قال لك إيه الخطيب؟ القانون ثم القانون ثم القانون، ولكن لابد للقانون من قوة تحميه. اللي أنا قلته مبارح، اكتب على صفحتك، اعمل هاشتاج، استمر، اوعى تسكت، اوعى تيأس، اوعى تحبط، اوعى تسيب حقك بالقانون وبالاحترام. بالمناسبة دي انا امبارح دعيت لوقفة عند الاتحادية يوم الجمعة. النهاردة اتصلنا بالمسؤولين قالوا طبقا للقانون الجديد لابد ان يكون هناك وقت ان لا يقل عن شهر، لابد ان يكون وقت لا يقل عن شهر قبل تحديد موعد الوقفة. وبناء عليه لغينا معاد يوم الجمعة حتى نتقدم بطلب إلى الجهات الرسمية، لأن احنا في دولة محترمة واحنا في دولة عظيمة ولا يمكن أن نخرج عن القانون ولا نخرج عن اللوائح. سنتقدم بطلب رسمي، وإن وفق لنا أهلا وسهلا، ما توفقش لنا رسالتنا وصلت. لأن وانت بتقدم الطلب، الطلب هيوصل لأعلى جهة ان في حد باعت بيقول يا جماعة في ناس تعرضت لظلم من السيد المحترم مرتضى منصور نائب الشعب اللي معطل امامه القانون، اللي بيستغل حصانته البرلمانية ولا يذهب الى القضاء ولا يحقق معاه، واللي بيشتكي الناس بالاف الشكاوى. فالناس ضجت وبتقول ناخد حقنا ازاي، محدش بيرد عليهم. وبناء عليه عايزين يوصلوا صوتهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودول مواطنين وشرفاء. وافقنا عنوبة في قمة التحضر والاحترام، ما وافقناش رسالتنا وصلت، وعنفضل نوصلها يوميا بكل احترام وبكل تقدير وبكل وطنية. نحن لا نتاجر ولا نعرض لأحد، وليس بيننا وبين أحد أي شيء. أنا خلي بالكم، بص أقولها لك صراحة، أنا هذا النظام أقدره وأحترمه، ولكن اتقطع عيشي في عهده وأنا جوه بلدي هو بقول لا. اتقطع عيشي في بلدي ليا 3 سنين من أول ما قفلوا قناة قلة تسي وأنا قاعد في البيت،
ممنوع ان انا اشتغل في اي مكان عشان مرتضى منصور عايز كده. كل يومين والتاني في النيابات في تحقيقات في مئات القضايا عشان مرتضى منصور عايز كده. فليس بيني وبين احد ما يستدعي ان انا ابقى معرص من الاخر. لا انا راجل جريء جدا يكتر روح السجن. ولكن انا بحترم رئيسي وبحترم دولتي وبحترم مؤسسات دولتي. وسأظل اقول كلمة الحق من جوه بلدي بكل جرأة لغاية لإما يمنعوني لإما سيب البلد وامشي. انا النهاردة 3 سنين ما بشتغلش عكان مرتضى منصور. عكان مرتضى منصور عايز كده. مش عايز حد يزعج مرتضى منصور. فأي حد يزعج مرتضى منصور ما يشتغلش. 3 سنين قاعدين. نمرة 2 قفلوا القناة اللي كانت قصاده بتقول كلمة الحق. عكان برضي بحد يزعج مرتضى منصور. بيعملوا المرتضى منصور اللي هم عايزينه. معطلين القانون لمرتضى منصور. اكتر من 600 قضية كل ما يروح طلب من مكتب النائب العام للسيد نائب رئيس البرلمان بيتقال كيدية واحنا بنتجاف في 5 دقايق. وانا بسأل طب اشمعنى محمود الخطيب ما قدرتوش تجيبوه تحققوا معاه؟ كان عارفين ورا مين والجماهير مش هتسكت. لكن النهاردة القضايا اللي رفعها ضد محمود الخطيب وضد عدلي القيعي وضد ابراهيم المنيسي وضد احمد اسامة وضد محمد مش عارف مين وضد اسلام الشاطر كلها حفظت. كلها حفظت. كلها حفظت. وانا بقول لك احنا بنروح النيابات ومرتضى منصور ما بيروحش. احنا بيتحقق معانا ومرتضى منصور ما بيتحققش. على فكرة كل القضايا اللي خدت فيها براءات والتحقيقات التي حفظت في النيابة رجعنا على مرتضى منصور بالبلاغ الكاذب. وحتى الآن ما فيش حد استدعى في كلمة. حتى الآن فما فيش ما يستدعيني انا لما اتكلم واقول لك عبد الفتاح السيسي محترم. يبقى انا ما فيش حد بيديني حاجة ولا بعرص لحد يا حبيبي. ولكن انا بقول لك انا راجل وطني اتكلم من جوه بلدي. واذا كان بيني ما بين اي حد خصومه او كلمه الحق حائله من انها توصل للرئيس ساظل احاول انها توصل لابعد مدى. باني ابقى تحت علم بلدي في حضن بلدي بحترم قياده جيش بلدي واحترم رئيس بلدي وشرطه بلدي وقضاء بلدي واللي يقولوا قضاء بلدي يمشي على رقبتي. ولا أعقب على أحكام القضاء. أنا تعلمت كده لأن أنا وطني. لكن إن يبقى في واحد يقعد يتهمنا بالخيانة ويهتك أعراضنا باللسان ومش عارفين. أنا قلت امبارح قدامكم 3 طرق حضراتكم لإما تجيبوه يتحقق معاه زينا لإما تطبقوا عليه القانون حضراتكم لإما تقولوا لنا روحوا خدوا حقكم بمعرفتكم. وهو معروف الحقوق بتتخذ منه إزاي. معروف الحقوق بتتخذ منه ازاي. الحاج مصطفى الاحمر خد الحق منه. ابو احمد الاحمر لعب اليد عرف ياخد الحق منه لما جابه ومقطه على رجليه. الكابتن امين الرفاعي عرف ياخد حقه لما جابه ونيمه ارضا واداله علقه موت. اسماعيل سليم كذلك الامر. فكل واحد معروف تمامه ايه. كل واحد. لكن ان يدعي ان احنا خونة وجواسيس وابو سنيدة وفيلم هندي وخيال. لا احنا مش بتوع خيالات. وانا اثبت لك دلوقتي كارثتين. 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 اهو اروح معاك لمحمد مهدي واثبت لك كارثتين. ولايكات على قد ما تقدر لو سمحت. اهو. انت اللي بتديني القوة بعد الله. الله ثم انتم. انتم اللي بتدونا القوة. يوم انتم ما تتخلوا عننا وما تتفرجوش احنا تهزمنا. يوم فيديوهاتنا ما تكسرش الدنيا احنا تهزمنا. قوتنا بناخدها من حضراتكم. ومستمرين جوة بلدنا لغاية ما ربنا يسهل. انا النهاردة كنت كتبت اني انا بفكر في ترك البلد. ده تفكير قوي جدا. وسأعلن خلال أيام البلد اللي أنا أتوجه ليها. ومش هقعد في مصر تاني. مش هقعد في مصر تاني.
ولكن انا في مصر بره مصر راجل بقدس بلدي وبيادة الجيش بتاعي، بيادة الجيش والشرطة والقضاء بره وجوه، وسأظل مصري الشريف الى ان اموت. ولكن لما مرتضى منصور نلاقي حد يهاجمه نبقى نيجي نعيش في البلد، لكن طول مرتضى منصور محدش قادر يهاجمه احنا ملناش عيش في البلد، هنتكلم ونطالب بحقنا لغاية ما نموت.